السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتير جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة، وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان عرضنا خدمة جديدة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب، منحه النهارده هي منحه ممتازه جدا شامله لمعظم المراحل الدراسيه وكمان مموله بالكامل. خلينا دلوقتي نتعرف على التفاصيل. هي منحه حكومه اندونيسيا المموله بالكامل، تمام؟ يبقى هي منحة حكومية، وأول ما تسمع كلمة منحة حكومية تعرف إنها بتكون منحة يعني في معظم الأوقات ممولة بالكامل. الدولة المقدمة للمنحة هي إندونيسيا، تمام؟ وهي دولة موجودة في شرق آسيا. اسم الجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي منحة حكومة إندونيسيا، بيطلق عليها KNB Scholarship، تمام؟ ليها الـ KNB ليها اختصار، ولكن أو ليها هي اسم بالكامل، وده اختصار اللي هو الـ KNB Scholarship، ده اسم المنحة. الدول بقى المتاحة للتقديم في الفرصة دي، كل دول العالم متاحة للتقديم، أي دولة تقدر تقدم في الفرصة دي، سواء دولة عربية، أوروبية، آسيوية، يقدروا يقدموا عادي في الفرصة دي بدون وجود أي مشكلة. تمام؟ المرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي متاحة لدراسة البكالوريوس والماجستير، يعني الأشخاص اللي لسه مخلصين ثانوية عامة أو اللي في آخر سنة من الثانوية العامة يقدروا يقدموا عشان يدرسوا البكالوريوس، تمام؟ اللي هي بيطلق عليها في مثلا الجزائر أو المغرب أو الدول دي بيطلق عليها الليسانس، تمام؟ والاشخاص اللي مخلصين البكالوريوس الليسانس يقدروا يقدموا على درجه الماجستير، تمام؟ وانما هي مش متاحه لدرجه الدكتوراه، يعني لو عايز تدرس دكتوراه غير متاح في المنحه دي. طيب، خلينا بقى نتكلم عن التمويل دلوقتي. المنحه دي بتوفر ايه؟ صراحه تمويلها ممتاز شامله معظم التكاليف. اول حاجه، رسوم الدراسه كلها مجانا، حضرتك مش هتدفع اي حاجه خالص بالنسبه لرسوم الدراسه. كمان هيكون في تذاكر طيران من بلدك الى اندونيسيا ذهاب وعوده، يعني لما تيجي مسافر من اندونيسيا عند بدايه الدراسه، مسافر من بلدك لاندونيسيا عند بدايه الدراسه تذاكر الطيران عليهم، وبرده لما تخلص دراسه وترجع لبلدك برده تذاكر الطيران عليهم. كمان هيكون في مرتب شهري هيتراوح ما بين 160 دولار حتى 200 دولار، بيبدا بعمله اندونيسيا بما يسمى اللي هو 2,750,000 روبيه اندونيسيه، تمام؟ ده بعملة اندونيسيا، ولكن خلينا نتكلم بالدولار اللي هو بيبدأ من 160 دولار حتى 200 دولار، طبعا بيختلف على حسب المدينة، لأن دي المنحة دي منح حكومية وفيها جامعات ومدن كتير مشاركة، ففي مدن بتبقى غالية شوية فهم بيوفروا لك مرتب شهري أكبر، تمام؟ طيب، كمان هتحصل على 100 دولار مكافأة أول ما توصل لإندونيسيا، هيدوك 100 دولار طبعا زي بدل كده قدوم لإندونيسيا. بالاضافه كمان هتكون شامله التامين الطبي، في تامين طبي هيكون على المنحه في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هم يتكفلوا لك بتكاليف العلاج. كمان بالنسبه لمصاريف الكتب هتكون عليهم، اي كتب هتحتاجها او اي تكاليف للابحاث هم يتكفلوا بالموضوع ده كله. كمان هتدرس في اندونيسيا واللي بيها مدن يعني ممتازه جدا زي بالي ومالانج، طبعا مدينة بالي معروفة أو جزيرة بالي معروفة، طبعا جزيرة سياحية من الدرجة الأولى، فيها كمان جامعة مشاركة تقدر تقدم فيها، كمان مدن زي مالانج، زي سورابايا، زي جوكارتا، في مدن كتيرة صراحة، وأنا بحكم إن أنا في إندونيسيا هنا فيعني المدن دي صراحة مدن فيها الطبيعة الخلابة ومدن ممتازة جدا يعني. فأنت لما تدرس مثلا في إندونيسيا تقدر إنك تنقل بين المدن دي وكمان تشوف الطبيعة بتاعة البلد، الطبيعة الخلابة بتاعتها، تمام؟ طيب، ملاحظة بقى هنا، المنحة دي بيها سنة لغة اندونيسية قبل الدراسة، يعني حضرتك قبل ما تدرس هتاخد سنة لغة اندونيسي، مش محتاج خالص للغة الانجليزية، الناس اللي ضعيفة في اللغة الانجليزية، انت مش هتدرس بالانجليزي، انت هتدرس بالاندونيسي وهتاخد سنة لغة تتعلم فيها الاندونيسي أولا. بالنسبة للدراسة، بالنسبة لدرجة الماجستير هتاخد 3 سنوات دراسة، هتشمل سنة لغة، تمام؟ اللي هي السنة لغة الاندونيسي اللي احنا اتكلمنا عليها، وسنتين للماجستير، لدراسة التخصص بتاعك.
وبالنسبة للناس اللي هتقدم على دراسة البكالوريوس هتبقى مدة الدراسة 5 سنوات، هتشمل سنة لغة و4 سنين للتخصص. تمام كده؟ ده بالنسبة لمدة الدراسة. طيب التخصصات والجامعات، المنحة دي فيها تخصصات كتير جدا سواء علمية وأدبية، وفيها جامعات برضو مشاركة. خلينا كده نتعرف، انا حاطط لكم هنا اللينك، هتيجي تضغط على كلمة هنا هيفتح معاك ملف PDF فيه كل التفاصيل عن التخصصات والجامعات اللي هتكون مشاركة في المنحة دي. ده الملف اللي بيحتوي على كل التفاصيل، هتلاقوا هنا دي التخصصات، بداية هنا بتكلم عن الستادي بروجرامز، هتلاقي هنا التخصصات، هتلاقي بقى الانجنييرنج، هتلاقي السوشيال ساينس، تمام، تبحث عن التخصصات المناسبة ليك، education برضو موجود، تشوف بقى التخصص المناسب ليك اللي انت عايز تقدم عليه وتختار، تمام. وهنا بقى بيتكلم عن المصاريف او التكاليف اللي بتشملها المنحة ومدة الدراسة قد ايه. هنا بقى بيتكلم عن الجامعات بداية من هنا اللي هو اليونيفرسيتي، تمام. طبعا في كام هنا، في حوالي 19 جامعة مشاركة، في جامعات ممتازة جدا زي يونيفرسيتاس اندونيسيا، يونيفرسيتاس بلاس ماري، في جامعات ممتازة جدا، فتحاولوا انكم تتجهوا للجامعات الممتازة وبرضو الجامعات اللي ما عليهاش تنافس، تمام. ويونيفرسيتاس اندونيسيا برضو جامعة ممتازة جدا، طبعا ممكن تقدروا تقدموا على الجامعة دي، في ناس كتير بتقدم عليها، فمن الافضل بلاش تتجه للجامعة دي مباشرة، تمام، لان في اقبال عليها كبير، فبالتالي ممكن تكون فرصتك في القبول تكون ضعيفة. حاول تختار جامعات تانية ممتازة وبرضو تكون نسب التنافس عليها اقل، فممكن انت تاخد كل جامعة وتبحث عليها على جوجل وتشوف ترتيبها وتشوف موجودة في اي مدينة، وتحاولوا برضو تختاروا المدن الكويسة زي مالانج، زي سورابايا، تمام، لان دي برضو مدن سياحية، وكمان عشان انت تدرس مثلا وبرضو تقدر تستمتع يعني انك تستكشف المدينة وما الى ذلك، لان بتكون في مدن داخلية ما بيكونش فيها مثلا اشياء كتير انك مثلا تخرج تشوف البلد وما الى ذلك، فتحاول برضو تختار مدينة تكون كويسة. طيب كده اتكلمنا عن التخصصات والجامعات، نرجع تاني بقى للجزء بتاعنا هنا بتاع الشرح. شروط التقديم، عشان تقدم للمنحة دي الحد الاقصى للعمر للتقديم هو 35 عام، ده يعتبر الشرط الاساسي والمهم، لازم ما تعديش ال 35 سنة، تمام، ده بالنسبة سواء بكالوريوس او ماجستير. الأوراق المطلوبة للتقديم، عشان تقدم في الفرصة دي أنت محتاج إيه؟ أول حاجة محتاج خطاب توصية من السفارة الإندونيسية في بلدك، تمام؟ والخطاب ده بتاخده إزاي؟ أنت حضرتك في خطاب اسمه خطاب دعوة، أنا حاططه لكم هنا. خطاب الدعوة ده أنت بتحمله، بيكون في الشكل ده، هتيجي تضغط على الخطاب من هنا هيظهر لك بالشكل ده. ده خطاب حضرتك بتملى البيانات اللي فيه، تمام؟ مطلوب منك بقى إنك توقع عليه، تملى البيانات دي وبتوقعها، وبعد لما بتملى البيانات دي حضرتك بتاخد الخطاب ده وبتاخد الاوراق بتاعتك اللي هي بقى صوره جواز السفر، تمام، واي شهادات عندك، وبتروح للسفاره الاندونيسيه وبتقول لهم انا عايز خطاب توصيه عشان اقدم لمنحه الكي ان بي، تمام، وهم في نفس الوقت بيدوك الخطاب، يعني ما بيقولكش انتظر مثلا او ما الى ذلك، هو خطاب بيكون بسيط بتاخده مثلا في نفس اليوم او اليوم اللي بعده على الحد الاقصى. وبعد كده بتعمل ايه؟ بعد كده انت محتاج اوراق تانية تجهزها اللي هي عدد 2 خطابات توصيه، محتاج صورة جواز السفر، تمام، محتاج آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، تمام، ولازم يكون باللغة الإنجليزية، لو عندك باللغة العربية أو بأي لغة تانية لازم تقوم بترجمته، محتاج شهادة طبية اللي هي الشهادة الصحية اللي بتثبت إن أنت خالي من الأمراض، وأي شهادة لغة إنجليزية تكون معاك. دي مش شرط يعني إنك يكون معاك شهادة دولية أيلتس أو تويفل، لو عندك أي شهادة لغة إنجليزية تقدر تقدمها، وحتى لو مش معاك شهادة ممكن تحصل على شهادة بكل سهولة، ان مثلا اي مركز تعليم لغه انجليزيه موجود في بلدك، موجود جنبك، ممكن تروح تعمل عنده امتحان تحديد مستوى وتاخد بيه شهاده، فمتاح انك تقدم باي شهاده في المنحه دي، تمام. طيب كيفيه التقديم بقى في المنحه دي، زي ما قلنا هتذهب للسفاره وتحصل منهم على الخطاب، وبعد كده تاخد الخطاب والاوراق دي كلها وتبدا تملى ابلكيشن اونلاين وتحط المستندات دي كلها عليه، تمام كده. يبقى عمليه التقديم سهله خالص، هي بشكل اونلاين، بس اول حاجه مطلوبه انك تحصل على الخطاب ده. اخر ميعاد للتقديم هو 20 ابريل 2020. طيب انا هنا حاطط لكم اللينكين، اللينك ده اللي هو فيه التقديم اللي هو ابلكيشن المنحه، واللينك التاني اللي هو الاعلان الرسمي للمنحه. تعال نفتح الاعلان الرسمي كده، ده الاعلان الرسمي يظهر معاك بالشكل ده. طبعا هنا بيقول لك الريكوايرد دوكيومنتس، الاوراق اللي انت محتاجها، ريكوايرمنتس، ايه المتطلبات اللي لازم تكون معاك وما الى ذلك، تمام، وازاي عمليه التقديم بتمشي. هنا برضو بيشرح لك الجزء ده، ده الاعلان الرسمي ليها. طيب خلينا بقى دلوقتي نروح على عمليه التقديم. هتيجي حضرتك تضغط على كلمه قدم الان هنا عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده،
هنا بيعرفك على معلومات برضو اضافيه للجامعات المشاركه، وازاي تتواصل مثلا معاهم، تتواصل مع المنحه هنا كونتاكت اس. وهنا بقى الساين اب والساين ان. الساين اب بالنسبه لانك لو شخص جديد على الموقع بتاع المنحه، بتيجي تضغط على ساين اب وتعمل كرييت اكونت، تعمل اكونت جديد، بتكتب اسمك الاول واسمك الثاني، بتكتب الايميل بتاعك والباسورد، وبتعمل تاكيد للباسورد هنا، وبتضغط على كلمه ساين اب. التسجيل سهل جدا. بعد لما بتعمل كرييت اكونت، بتاخد الايميل والباسورد اللي انت كتبتهم هنا، تمام، وبتروح عند كلمه ساين ان، وبتكتب الايميل والباسورد بتاعك هنا، وبتكتب بتكتب الباسورد هنا، تمام. وبعد كده حضرتك بتيجي وبتضغط على ساين ان هنا، تمام، عشان يفتح معاك ابلكيشن المنحه. طيب كده ابلكيشن المنحه فتح معاك، بيديك رقم هنا للابلكيشن، تمام، ودي التفاصيل المطلوبه منك، بيقول لك السمري، دي الداتا المطلوبه منك، تمام. هم 9 اشياء وبساط جدا، مش هياخدوا معاك وقت في التقديم. طيب خلينا نبدا باول سيكشن اللي هو البيرسونال ديتيلز. طبعا ده السمري اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه ده. نبدا باول سيكشن اللي هو البيرسونال ديتيلز، المعلومات اللي انت محتاج تملاها فيه. هتكون المعلومات دي، اول حاجه مطلوب منك صوره شخصيه، تكتب اسمك اللي هو اصلا اوريدي كتبناه، تحط بقى التاريخ ميلاد بتاعك ومكان الميلاد، تحط الجندر بتاعك، الدوله اللي انت مقيم فيها، تحط رقم الباسبور، وهنا صوره الباسبور بتاعك، تحط العنوان بتاعك الحالي، انت موجود في اي دوله وموجود يعني في اي مدينه بالظبط، تكتب العنوان بالتفصيل، تمام. وهنا ده emergency contact اللي هي مثلا ده يعني بيانات التواصل مع شخص اخر في حاله اذا المنحه تعذر التواصل معاك من خلال البيانات دي، تمام. بعد لما بتخلص الجزء ده، بتضغط على كلمه سيف، وبتخش على الجزء اللي بعده اللي هو education background، الخلفيه التعليميه بتاعتك السابقه. طيب هنا بيكلمك عن الخلفيه التعليميه السابقه، ايه اخر حاجه انت مخلصها؟ لو انت طالب ثانويه عامه مثلا، بتختار هنا، يعني لو انت لسه ما خلصتش البكالوريوس وانت مثلا هتقدم للبكالوريوس، يبقى تختار السينيور هاي سكول، وتبدا تملى البيانات، انت مثلا الشعبه بتاعتك في الثانويه العامه ايه، بالنسبه بدات امتى وهتنتهي امتى، وبتحط هنا طبعا شهاده التخرج، ولو انت في اخر سنه ممكن تقدر تقدم بشهاده الدرجه اللي قبلها، يعني مثلا لو انت في ثالثه ثانوي حاليا، ممكن تقدم بشهاده الثانيه ثانوي، بس في حاله اذا انت هتخلص الثالثه ثانوي قبل ميعاد بدء المنحه، يعني المنحه مثلا هتبدا في شهر 9 الدراسه، يبقى لازم تكون مخلص الثانويه العامه قبل شهر 9، فممكن تقدم بشهاده ثانيه ثانوي، اللي انت مخلص الثانويه العامه تقدر تحط الشهاده بتاعتك هنا، والترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات هنا. وبرده نفس النظام لو هتقدم على الماجستير، يبقى تختار بكالوريوس وتكتب خلفيتك التعليميه في البكالوريوس، وتحط الشهاده بتاعتك وكشف الدرجات هنا، وبعد كده تعمل سيف، تمام. بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو البرنامج بقى، البروبوزد ستادي بروجرام، البرنامج اللي انت عايز تدرسه في اندونيسيا، انت عايز تدرس ايه، بكالوريوس ولا ماستر؟ فبتيجي حضرتك اول شيء هنا انك بتختار الجامعه اللي انت عايز تدرس فيها، تمام. فمثلا انا على سبيل المثال لو اخترت جامعه بلاس ماري، تمام، وبعدين اختار الدرجه اللي انا عايز ادرسها، انا عايز ادرس بكالوريوس ولا ماجستير، مثلا هختار ماجستير، تمام. بعد كده بتختار التخصص بقى، انت عايز تدرس تخصص ايه، هتلاقي مجموعه تخصصات بتظهر لك هنا، بايو ساينس، ايكونومي، كل التخصصات هتلاقيها بتظهر، تمام، سيفل انجينيرنج، ميكانيكال انجينيرنج. وبعد كده لما تختار مثلا التخصص بتاعك كيمستري مثلا، انا اخترت كيمستري، بعد كده لو في اختيارين متاح ليك انك تختار اختيار مره كمان، تمام، فبتيجي هنا وبرده بتختار الجامعه، ممكن تقدم على جامعه ثانيه، يعني مثلا لو انا قدمت على جامعه يونيفرسيتي بلاس ماريت وحاسس ان فرصتي في القبول ممكن تكون ضعيفه، فانا ممكن مثلا اختار جامعه اخرى، بحيث لو اترفضت في الجامعه الاولانيه ممكن اختار الجامعه الثانيه، واختار برضه تخصص اخر لو عايز، تمام كده. بعد لما بخلص الجزء ده، بدخل الجزء اللي بعده اللي هو الامبلويمنت هيستوري، الخاص بالخبره العمليه بتاعتك. وهنا الجزء ده مش الزامي، يعني لو عندك خبره عمليه اشتغلت قبل كده سابقا، تقدر تحط خبرتك هنا من حيث البوزيشن اللي انت اشتغلته، الشركه او المكان اللي انت اشتغلت فيه، سواء شركه بقى، محل، اي شيء، تقدر تحط الخلفيه العمليه بتاعتك هنا، بيقول لك اف اني، يعني لو متاح، تمام. وبرضو الاتشيفمنت اللي هي بالنسبه للجوائز بتاعتك، لو انت شخص بقى مثلا اخدت كورسات كتير سابقه، عندك شهادات، عندك اي مؤهلات اخرى، يعني حاجات اضافيه عملتها، تقدر تضيف الحاجات دي، تمام كده. طيب بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو الريسيرش، لو عندك ابحاث، لو انت مثلا عملت ابحاث سابقه واتنشرت في جورنان مثلا، اتنشرت في مجله، نشرتها مثلا في الجامعه، اي شيء، يعني لو عندك اي ريسيرش عملته، تمام،
لو 12 او ما 12، لان هو بيقول بابليشد اف اني، يعني حتى لو 12 او ما 12 بس ممكن تحط لو عملت بحث سابق يعني قبل كده ممكن تحط بياناته يعني. بعد كده بتخش بقى على الجزء الاتاتشمنتس اللي هو المرفقات اللي هو باقي الاوراق بقى اللي هتضيفها. تمام، احنا كده ضفنا الصوره الشخصيه، صوره جواز السفر والمؤهل الدراسي. هنا زي ما كنا وضحنا اللي هو التو اكاديميك ريكومنديشنز اللي هو بالنسبه لي اثنين خطابات توصيه اللي احنا كنا وضحناهم هنا. تمام، فهو ده الجزء بتاعهم. وبعد كده اللي هو الريكومنديشن ليتر فروم اندونيسيان امباسي اللي هو خطاب التوصيه من الحكومه الاندونيسيه، وقلنا فيه خطاب التوصيه بتاخده وشرحنا ازاي بتاخده. وتالت حاجه اللي هو ريكومنديشن ليتر فروم جوفرنمنت، ده اف اني لو موجود، يعني ممكن الاشخاص اللي عندهم وظيفه حكوميه بيحتاجوا ياخدوا ريكومنديشن ليتر من الوظيفه الحكوميه اللي هم موجودين فيها، ده طبعا لو انت شخص شغال في الحكومه. تمام، فيعني بتعمل سكيب للجزء ده لو مش شغال في الحكومه بتسيبه عادي. وده الميديكال ستيتمنت اللي هو الشهاده الصحيه اللي هي بتثبت خلوك من الامراض. تمام كده، وبتضيفها هنا. وفي الجزء الاخير هنا اللي هو الجزء نمبر 5 اللي هو الخاص ب valid English proficiency سيرتيفيكيت، ممكن بيقول لك هنا لو معاك التويفل ايلتس اذر، يعني لو معاك اي شهاده اخرى برضو مقبوله مش شرط التويفل او الايلتس. تمام، بتحط برضو الوثيقه هنا. بعد لما بتخلص الجزء ده بتروح للميديكال هيستوري ستيتمنت، الجزء الخاص بالبيان الصحي، بيسالك بعض الاسئله بقى، هل مثلا عندك مرض معين، هل عندك حساسيه من شيء، بتجاوب بقى بيس او نو على كل سؤال من الاسئله دي. تمام، يعني هي خاصه بالاشياء الطبيه. بعد لما بتخلص الجزء ده تمام بتروح بقى اللي هو للاخر جزء اللي هو الشروط بتاعه المنحه. تمام، هتلاقي كل الشروط موجوده هنا وبتعمل اي اجري عليها. بعد لما بتعمل تقرا الشروط بتعمل اي اجري عليها، وبترجع بقى للجزء تاني اللي هو الميديكال هيستوري، وهتلاقي كلمه سبميت هتظهر لك. تمام، كلمه هتلاقيها موجوده هنا وتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن. يبقى التقديم للمنحه بسيط جدا، السكشنز اللي فيه المطلوبه والحاجات المطلوبه فيه مش كتير. كمان منحة دي ممولة بالكامل، مرتب شهري، تذاكر طيران، هتحصل على مكافأة مالية عند وصولك لأول مرة لإندونيسيا، تأمين طبي، مصاريف الكتب، رسوم دراسية، كل شيء بتتكفل بيه المنحة. طبعا لو مهتمين بيه المنحة دي يا ريت تقدموا ليها. واحنا كقناة منح من كل الألوان بنقدم برضو خدمة التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، بنقدم لك بشكل احترافي. فلو حابين تقدموا من خلالنا هتلاقوا في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده رابط استمارة التواصل معانا للتقديم من خلالنا، أو ممكن تقدموا بنفسكم باتباع شرح الفيديو. في النهاية أتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.